Hi, grade 2. How are you? I wish you're fine. Let's start Connect Plus Unit 9 Along the Nile على امتداد نهر النيل Part 3 الجزء الثالث. Let's start with new vocabulary. New vocabulary اللي هي الكلمات الجديدة اللي عندي. Electricity. As you can see in the picture, زي ما انت شايف في الصورة عندك, electricity يعني الكهرباء. Electricity. Again, electricity. Electricity, الكهرباء. Second picture, recycling. Recycling يعني إعادة التدوير. يعني إيه recycling بقى؟ recycling يا أولاد يعني إعادة التدوير. يعني إحنا بنشوف عامل القمامة بيلم إيه؟ بيلم الزجاجات الفارغة من القمامة وبعدين بيجمعها في أكياس كبيرة, وبعدين الزجاجات الفارغة دي بتروح لمصانع وبيعيدوا تصنيعها مرة تانية. دي اسمها recycling. Recycling it means إعادة تدوير. Electricity كهرباء, recycling إعادة تدوير. Electricity recycling. Electricity recycling. In the third picture you can see pollution. Pollution يعني التلوث. زي ما انت شايف كده الفاكتورز اللي هي اللي في الصورة ديت اللي هي المصانع طالع منها ايه؟ طالع منها أدخنة ملوثة, طبعا بتلوث الايه؟ the air اللي هو الهواء. فأنا بسمي دوت ايه؟ pollution. pollution يعني التلوث. خد بالك هنا ان T I O N sounds like يعني الصوت بتاعها يطلع شن. شن T I O N sounds شن. again pollution. pollution يعني التلوث. pollution. pollution. pollution it means تلوث. dirty. dirty زي ما انت شايف كده. this is a spoon. dirty is dirty. dirty it means متسخ او غير نظيف. dirty غير نظيف. pollution تلوث. pollution تلوث. dirty غير نظيف. dirty غير نظيف. energy. energy يعني طاقة. energy طاقة. again energy. dam. dam it means سد. it means سد. احنا عارفين عندنا يا ولاد في أسوان في حاجة اسمها سد. السد ده حاجز كبير بيحفظ البلد بتاعتنا من الفيضان, وده اسمه دام. زي كده سد أسوان. دام it means سد. energy طاقة. energy طاقة. energy طاقة. دام سد. دام سد. population. population يعني السكان. population طبعا زي ما اتفقنا ان T I O N sounds like shun. population again. population. population it means سكان. population. clean. clean. clean it means نظيف. clean. clean نظيف. population clean. population clean. phonics. In the phonics, today we have verb fly, 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 flies, flies, fly, flies. Fly means يطير. Flies برضو means يطير. بس أنا هنا حولت ال y ل i e s. Fly, flies. طبعا هنا ال verb هنا آخر y تحول ل i e s بقى الساوند بتاعه flies. Fly. flies. fry. fry يعني يقلي. طبعا عندك الفيرب ده لما حوله حولت الواي لاي اس فالساوند بتاع fry هيتحول يبقى fries. الواي الساوند بتاعها لما تحول لاي اس fries. طبعا برضه معناها يقلي يبقى fry يعني يقلي. again fry fries. again fry fries. fry fries. fry يعني يقلي. cry. cry يبكي. ها cries. cries لما حولت الواي لاي اس sounds like cries. cry cries. cry cries. cry cries. dry dries. dry dries. خد بالك كده من الصورة هي بتعمل ايه؟ او ماسكة السشوار وبتجفف شعرها. يبقى كلمة dry يجفف. dry
يجفف. طبعا dry لما بلغي الواي واحط اي اي اس sounds like dries. dries. انتوا عارفين يا اولاد انا بشيل الواي واحط اي اي اس في انهي تنس؟ in which tense؟ present simple tense. very good. in the present simple tense. مع انهي جروب بقى؟ لما يكون السبجكت بتاعي he she it or singular noun بلغي الواي بس مش اي واي، الواي اللي بتكون مسبوقه بكونسونانت letter او consonant sound يعني حرف ساكن، حرف ساكن like r. بلغي الواي وبحط i e s dry dries dry dries try tries try tries. As you can see in the picture هنا ايه the boy tries to a to solve a problem او ان هو بيحاول ان هو يحل ايه حاجة او مشكلة عنده، يبقى try يعني يحاول. اما اجي احولها اشيل الواي واحط احولها الاي اس فالساوند بتاعي يطلع tries try tries try tries. discover اكتشف، ده سؤال احنا متعودين عليه. السؤال عندي look and check ها yes or no. look and check yes or no. طبعا عندك هنا مجموعة group of pictures وانت هتشوف هنا ايه ال behavior اللي عندك، السلوك اللي عندك دوت، هحط تحتي mark ها true or false او ايه yes or no. طيب عندك اول picture هنا عندك بيعملوا ايه؟ بيعملوا recycling يعني اعادة تدوير، بيشيلوا هنا ايه ال bottles اللي عندك ديت ويعملوا لها ايه recycling اللي هي اعادة تدوير، ودي حاجة كويسة جدا. behavior اللي عندك دوت هنا ايه بقى سلوك كويس، فانا هعمل ايه؟ هحط عليها المارك اللي هي true or yes. picture number 2 طبعا الصورة التانية اللي احنا شايفينها قدامنا بيعملوا ايه؟ بيجمعوا القمامة صح كده؟ وممكن يعملوا لها ايه؟ ريسايكلينج. ريسايكلينج يعني اعادة تدوير. القمامة دي كلها يا ولاد بتروح مصانع كبيرة وبيعملوا لها اعادة تدوير وممكن يصنعوا منها حاجات تانية. يبقى الكلام ده صح او خطأ؟ yes or no؟ right or wrong؟ very good right. number 3 خد بالك كده، السفن الكبيرة دي بتعمل ايه؟ بتفضي او بترمي المخلفات بتاعتها in the sea يعني في البحر. طبعا ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على الثروة السمكية بتاعتنا وبيسبب ايه؟ pollution. بيسبب ايه؟ pollution يعني بيسبب تلوث. يبقى that's wrong. يبقى انا هعمل ايه تحتيها؟ هعمل wrong. in this picture شايفين كده الولاد بيعملوا ايه؟ خد بالك بيعملوا ايه؟ they plant a tree. يبقى that's right. يبقى ده سلوك صحيح. طبعا زي ما انت شايف in this picture اللي هي الأخيرة the last picture هما بيعملوا ايه؟ بيرموا الـ bottles اللي معاهم، ها بيرموها طبعا in the street أو in the river. طبعا أي حاجة المفروض إن أنا أرميها في إين؟ ها in the trash bin. in the trash bin برميها في سلة الكمامة، وطبعا دوت هنا هما بيرموه in the river، وده سلوك ايه wrong، فانا هحط عليها ايه wrong that's wrong. يبقى انا هحط عليها mark of ايه wrong خطأ يعني. exercise rearrange it means رتب. number 1 up trash I pick up trash I up trash I pick. طيب هرتبها ازاي؟ خد بالك كده هو حاطط لي لاين اندرلاين تحت ايه لاين تحت سبجكت اي، يبقى اي دي اللي هبتدي بيها. بعد اي بحط ايه؟ ده السبجكت، بعدين بحط الفيرب. فين الفيرب بتاعي؟ very good pick. يبقى اي بيك اب. ها وبعد كده عندي الاوبجكت اللي هو trash trash trash. يبقى I pick up trash. يبقى أنا بجمع إيه؟ بجمع القمامة. يبقى I pick up trash. I pick up trash. number 2 let's see number 2 trees we plant. أول حاجة read the words، بعد كده إيه هعمل إيه rearrange it وأرتبها بعد كده. طيب start with the subject اللي هو حاطط لك تحتيه line اللي هو we. after we put the verb اللي هو ايه plant. طبعا عندك plant can be ممكن ان هي تكون noun or verb. هنا عندك plant اللي هي verb يزرع،
We plant ها we plant ايه؟ We plant trees. Excellent. We plant trees. نحن نزرع الأشجار. Number three. River I the clean. River I the clean. حطيت لك line تحت subject I. يبقى هبتدي بالsubject. Start with the subject I. After I we put the verb clean. I clean يعني أنا أنظف. The river. النهر. هحط article the وبعد كده river. Number four. The clean beach we. وحطيت لي لاين تحت we. ده بتاع السبجكت بتاعي. طبعا السبجكت بتاعي ده pronoun. يبقى الضمير ده اللي هو السبجكت. وبعد كده بحط ها verb. يبقى we clean. وبعد كده احط the beach. يبقى we clean the beach. يعني نحن ننظف الشاطئ. We clean the beach. اي سنتنس عندي طبعا لازم تبتدي بالسبجكت سواء كان ناون او بروناون. يبقى انا هبتدي هنا اقرا اول السنتنس اللي عندي او الوردز اللي عندي. بوتلز اللي هي نمبر 5. بوتلز يعني الزجاجات. اي دوت ايه سبجكت بس بروناون ضمير يعني اي يعني انا. بلاستيك يعني اللي هو البلاستيك. ريسايكل يعني يعيد تدريب تدوير. يبقى انا عندي ريسايكلينج اللي هي اعاده تدوير نفسها. لو جت فيرب ريسايكل اللي هو يعيد تدوير. هبتدي السنتنس بتاعتي اللي هو السبجكت بروناون لو عندي اي. لازم اي سنتنس عندك سبجكت بعد كده ايه after that verb لو ريسايكل. بعد كده عندك هنا ايه الاوبجكت اللي عندك هنا ايه the plastic bottles. the plastic bottles يعني الزجاجات اللي هي البلاستيكية. انا بوصف اللي هي البوتلز ان هي بلاستيك اللي هي ايه بلاستيكية. اوكي يبقى I recycle the plastic bottles يعني انا اعيد تدوير الزجاجات البلاستيكية. Read and complete with يعني اقرأ واكمل بي. متعودين في الكويستشن دوت ان احنا بنعمل ايه بنكمل من words اللي هي between the brackets. ها cries have to shower yesterday. cries يعني يبكي. have to يعني يجب ان. shower اللي هو ايه اللي هو يستحم او استحمام. yesterday يعني امس. number one. have a it saves water. It saves water. Have a. انا هاخد ايه? Shower. Very good. Have a shower. It saves water. يوفر الماء. Number two. The baby. Cries. اكيد البيبي بيعمل ايه? الاكشن اللي بيعمله? Cries. يبكي. Number three. I space get up early. طيب انا المفروض اعمل ايه? get up دي يعني استيقظ. early مبكرا. يبقى انا يجب ان استيقظ ايه? مبكرا. ويجب ان دي احنا خدناها. very good. have to. I have to get up early. I have to get up early. number four space. I had to walk to the shop. طبعا انا هنا عندي had to يعني كان يجب ان الفيرب دوت in the past. يبقى انا هختار الكيورد اللي عندي اللي هتيجي في الاول هي yesterday. امس I had a I had to yesterday I had to walk. انا كان يجب علي ان امشي to the shop للمحل. عرفنا منين الفيرب عندي in the past اللي هو had to. يبقى عشان كده انا هختار yesterday. وبفكرك ان انت كل word بتكتبها هنا في السنتنس ديت بتعمل ايه بتعمل cross عليها عشان تعرف ايه الwords اللي فاضله لك. supply اكمل. خد بالك كده الكلمة بتاعتنا دي اللي احنا خدناها في النيو vocabulary بتاعتنا السكان كان اسمها ايه? population. it means سكان. طيب انا حافظ الكلمه كويس قوي. يبقى ناقص حرف يبقى ايه population. it means سكان. يبقى ناقصها letter o population. اوكي the picture of energy. احنا عارفين الورد ديت energy. energy يعني طاقه. inner r r letter r sounds like r. damn it's damn a dam اللي هو سد. damn يعني سد. damn سد. د د د ها sound letter d. طيب العلامه دي كانت علامه ايه? very good. اعاده تدوير. اعاده تدوير كان اسمها recycling.
recycling. The sound letter very good. C recycling. احنا طبعا بنقراها او بنقولها letter C زي الساوند بتاع S علشان وراها Y. يبقى recycling إعادة تدوير ناقصها letter C. It's time to excel yourself. ده وقت ان انت بقى تشوف ايه اللي تختبر نفسك. Rearrange, رتب. A, is, them, river, the, in, there. Thank you for your listening and goodbye.